كتير بنسمع عن الحجامة، وناس كتير بتلجأ للحجامة كعلاج أساسي في مثلا في موضوع الصداع، أو بعض الناس اللي تقولك أنا عايزة أنقي دمي من السموم، فبتعمل ما شاء الله بشكل دوري بشكل منتظم جدا موضوع الحجامة. لكن الستات بقى بتخاف أنا هتشرط، مع ان عادي ممكن تكون متشرطه في الحمل والولاده ما كتير شاء يعني، الله. بس لكن مجرد ما المشرط هيدخل على جسمها بتخاف وتقلق. طيب هل الحجامه فعلا فوائدها كبيره للستات؟ وايه هي الفوائد اللي ممكن الستات تجنيها من الحجامه؟ وهل الحامل والمرضع يقدروا ان هم كمان يعملوها وفائدتها تبقى كبيره ليهم في جسمهم؟ ده اللي هنشوفه مع ضيفتنا اللي مشرفانا في الاستوديو، الاستاذه سماح الحصري، متخصصه في الطب النبوي والحجامه. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ. اهلا بحضرتك. الحقيقه موضوع الحجامه من الموضوعات اللي يعني مش هقول عليها جدل، لكن في ناس بتتكلم عنها انها هي دي العلاج الفيصل بعيدا عن اي علاجات اخرى، وفي ناس بتقول لا هي لازم ده اصلا يبقى نمط حياتك، ان انت كل شهر في الايام القمريه كما يقال، وهنعرف منك ده صح ولا لا، ان انت تعمل حجامه على جسمك كله علشان سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما قالت تسنيم ان في بعض الناس بتخاف منها، فكره انه يشوف فيديو للحجامه بتتعمل على اليوتيوب فيشوف ايه ده، انا هتبهدل ويطلع مني دم بشكل كبير كده، فده يخوفني جدا ويقلقني. اشرحي لنا كده، اشرحي لكل المشاهدين بشكل بسيط ايه هي الحجامه، تعرفها، الحجامه دي بتتعمل ازاي، ما هياش مؤلمه ولا شيء مرعب يعني عشان الستات تخاف منها. الحجامه الاول هي سنه على الرسول السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء امتي في ثلاث: شرط شربه عسل، وشرطه محجم، وكي نار، وان انهى امتي عن الكي. الكي فعلا مؤلم يعني، لكن الحجامه مش مؤلمه خالص، هي بتطلع الاخلاط والشوائب الحره، وبتطلع السموم من الدم عن طريق مواضع ذكرت في السنه، وبطريقه خربشه او تشريط خفيف جدا، مش ولا مؤلم ولا بيسيب اي اثار جانبيه يعني، او حسب المتخصص اللي بيشتغل فيها بيطلعها ازاي يعني. تمام جدا. يفضل طبعا الانسان يروح لمختص وحد يكون فاهم، مش اي حد يتعلم حجامه او يشوفها فيديو يروح يعملها، في بيبقى في اخطاء كتير جدا بيعملوها وما ينفعش يتعمل يعني. فعلا صحيح. بالظبط. طيب احنا يمكن لما بنشوف او نتكلم او نبحث شويه عن الحجامه بتبص تلاقي ايه، في يقول لك دي الحجامه دي حجامه مش عارفه شفط بس، والحجامه دي لا لازم يكون فيها مش عارفه تشريح، وتحس ان ليها انواع كده متداخله، واحنا مش عارفين هو انهي انسب. طب انا لما اروح اقول للحد اللي هيعمل لي انا عايز انهي نوع، طب ايه الفرق ما بين النوع ده والنوع ده والنوع ده؟ فخلينا نتكلم عن انواع الحجامه المختلفه وكل حاجه بتتعمل ليه. تمام. الحجامه هي طبعا حجامه رطبه او دمويه، وحجامه جافه، وفي حجامه متزحلقه، وفي حجامه تجميليه دي للنساء طبعا ممتازه. طبعا ذكرت في السنه الحجامه الرطبه اللي ذكرت في السنه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرطه محجم، ما قالش كميه دم بتطلع، ما قالش لون دم، ما قالش اي حاجه زي كده، وقال شرطه محجم. فالشفاء كله او الحكمه كلها في الشرطه نفسها. الحجامه الجافه بتتعمل لبعض الناس اللي بيخافوا شويه من عملها عشان خاطر في رطوبه في الجسم، في بتعمل مواضع معينه. الحجامه المتزحلقه دي بنعملها كتدليك للجسم، وتدليك ايه؟ متزحلقه. المتزحلقه نضع زيت وتدلك بها الظهر او الجسم بيها بس. الحجامه التجميليه بتعمل الوش، دي بتنضر الوجه، بتنضر البشره. انا اعرف ان في حجامه للوش. وانا برضو بتنضر يعني الواجهه اصلا الحجامه بتسيب علامات في الظهر او كده، ما يبقى تشريط خفيف جدا، وممكن ما نشرطش، نعمل بس التدليك، وبيبقى بطريقه معينه طبعا، دي بتنضر الوجه، بتشغل الكولاجين كمان في الوش، بتمنع التجاعيد. ده ممتاز جدا. بنعملها كمان لجيوب الانفيه في الوش طبعا، جيوب الانفيه لازم تعملها في الوش. عايزاكي بس تكلمينا كمان عنها بالتفصيل، هي والحجامه بتاعتها التزحلق يعني بتعمل ايه؟ هي المهمه طبعا تفصيل. الحجامه التشريطيه اللي هي السنه احنا بنتكلم دلوقتي عليها، ربنا سبحانه وتعالى او هديه اهل السماء لاهل الارض اللي هي الحجامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مررت ليله اسري بي بملء من الملائكه الا قيل أؤمر أمتك بالحجامة يا محمد، عليك بالحجامة يا محمد. فدي أمر من أهل السماء لأهل الأرض، وبعدين انت ما حاجات من عند ربنا سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في وحي، فدي بتبقى منفعة للإنسان. كل أمور التعبدية اللي نزلها ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الوحي دي طبعا منفعة للإنسان، زي الصلاة، زي الصيام، زي كل أمور نزلت على طريق الوحي دي منفعة للإنسان. بس يمكن أنت سبحان الله الحاجات اللي أنت ذكرتيها دي حاجات فرائض يعني مفيش فيها كلام، لكن الفرائض والقران والسنه. نعم السنه الحجامه سنه. نعم سنه. تمام. طيب احنا معانا فيديو عن الحجامه وعن فوائدها، خلينا نطلع نشوفه معاكي مع كل مشاهدينا ونرجع نواصل معاكم حديثنا. فوائد الحجامه للنساء: تساعد الحجامه على التقليل من خطر الاصابه بالقصور الكلوي وضعف البصر، معالجه اضطرابات الدوره الشهريه،
علاج مشاكل تكيس المبايض وضعف التبويض، تساعد في التقليل من النزيف المهبلي عند النساء، تساعد في حالات الصداع النصفي المزمن، علاج مشاكل الروماتيزم، تخفف من تشنجات الكتف والرقبة، تعالج تنميل الأطراف من خلال زيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم. الحقيقة هو ذكر في الفيديو معظم الحاجات اللي بتشتكي منها الستات، موضوع تكيس المبايض، موضوع الفقرات، موضوع ممكن يكون وجود روماتيزم، والدورة الشهرية لما بتكون كتير، يعني ما شاء الله معظم الحاجات اللي احنا الستات بيشتكوا منها علاجها موجود في الحجامة. ولكن لما انا بشوف الحجامة وهي بتتعمل، الكاسات اللي بتتحط انا مش فاهمه ايه الاليه، بيتشرط بعدين ينزل دم لونه غامق جدا جدا، هل بنزول الدم ده معناها ان الحجامه كده صح وسليمه وان انا هتعافى؟ فكلمينا عن كيفيه عمل الحجامه وايه الكيفيه اللي بتتعمل بيها، الكاسات دي بتتحط وبتشفط الهواء من الظهر او من المكان اللي بيتحط فيه، بتتعمل ازاي؟ هي الحجامه عامه اول حاجه بنبدا بيها طبعا بنبدا اماكن السنه، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في الاحاديث، وبتبقى عبارة عن تجمع الأخلاط والسموم اللي في الجسم في مكان موضع الحجامة يعني. فبتبقى شفط الهواء لمدة من 3 لـ5 دقايق، وبعد كده تشريط خفيف جدا، طبعا مش عميق، لأن في ناس كتير بيعملوا تشريط عميق وطلعوا كمية دم يقول لك أنت طلعت كمية دم كبيرة أنت كده خفيت. أيوه ما بفهم ده فعلا خطأ طبعا كتير. خطأ، كل ما يكون التشريط خفيف يجيب نتيجة أكتر، إحنا بناخد الحاجات اللي تحت الجلد، مش هنوصل في الأعماق جوه، ناخد من الوريد اللي جوه أو ناخد من تحت أكتر من تحت الجلد يعني. كل ما يكون تشريط خفيف وطبعا بالطريقة الصحيحة اللي هي مستقيمة وفي مسافة بين كل شرطة وشرطة، ده بيكون النتيجة أفضل. بس وبناخد مسحب كمية الدم المناسبة، وطبعا الدم مبقاش كتير زي ما بنشوف في الفيديوهات، بيطلع دم كتير جدا بسبب التشريط العميق. بس وبعد كده ان شاء الله بتبقى بسيطه جدا، وبعد يومين بتروح ال انا بعملها في الشهر العربي، يقال ان في ايام معينه تتعمل في الشهر العربي وما ينفعش اعملها وانا حائض، وما ينفعش اعملها وانا مثلا لو ام برضع او حامل، الحاجات دي صح وليها شروط اصلا الحجامه؟ نعم ليها شروط طبعا، ما ينفعش طبعا الواحده عندها نزيف شديد نعمل لها حجامه دمويه، ممكن نعمل لها حجامه جافه تحت الثدي وفوق الثدي، كل يوم كده نعمل لها 4 كاسات فوق الثدي وتحت الثدي، ده اللي عندها نزيف شديد، ونعملها فوق المبايض طبعا، فوق برضه حجامه جافه. قصدي النزيف الدوره الشهريه؟ لا النزيف العام يعني، في امراه بيجي لهم نساء عادي الدوره الشهريه وجت عاليه ما ينفعش اعمل فيها الا في حاله ان انا هعمل تكيس المبايض او الحاجات تاخر الانجاب عامه، بعمل 5 يوم الدوره. 5 يوم؟ 5 يوم خمس يوم، عشان طبعا ما شاء الله اضطرابات الدوره دي، او في بنات عندهم انعدام الدوره نهائيا بتيجي كل فتره كبيره بسبب التكيس وبسبب التبويض المبايض يعني، فبنعمل لها الحجامه ما شاء الله بعد 3 أشهر بتتحسن تماما والدوره بتنتظم، بعد ما بتاخد تقول لك انا خدت حقن غاليه جدا عشان تنتظم ما بتنتظمش، بفضل الله بالحجامه ومع ارشادات معينه نقول لها عليها بتنتظم الدوره عندها ما شاء الله. طب اللي بترضع وحامل؟ بترضع تعملها، احنا كده بناخد كميه دم قليله فمش مشكله بترضع، لكن الحامل في اول شهور ما ينفعش نعمل لها حجامه طبعا، احنا بنعمل انقباض في الرحم لو عملنا حجامه لواحده حامل، ممكن نعملها فوق الكاهل مثلا 1 أو 3 يعني يكون رقم فردي ممكن، لكن نعملها تحت او مؤخر الظهر، هو تعملي لها في الظهر، تعملي لها في كتفها، في رجليها، في الكتف ماشي لكن في الجزء اللي هو اسفل الظهر لا طبعا ما ينفعش، وعلى البطن ما ينفعش في اول الشهور عامه بالذات يعني، واخر الشهور برضو بنفس الشهور داخله اولاده، فانا ما اخدش منها دم، داخله على اولاده اصلا ازاي اخد عليها دم يعني، داخله على عمليه او داخله على اولاده، ف ده حاجات بسيطه الدم اللي بينزل يعني، الناس تقول لك ده يعني مش هيتم سرنجه مثلا، الحجامه بتقبض الرحم، بتنشط الجلد، بتنشط الدوره الدمويه، بتعمل مجهود اصلا في الجسم، فعايزه راحه بعديها مش عايزه مجهود يعني، ممكن اعملها وتروح تولد او تروح يحصل لها علامات الولاده فما تعبهاش يعني. طيب. طبعا اللي بتغسل الكلى ما نعملهاش حجامه. طيب الكلى يفضل ما تعملش حجامه الا بعد خلاص الغسيل يعني. بعد الغسيل؟ نعم. ايه تاثيره على غسيل الكلى؟ هي بتغير الدم اصلا، فاحنا مش هينفع نعمل لها ناخد منها دم، هي كده كده بتغير الدم. ايوه عشان تغيير الدم. طيب انت قلتي كده الناس اللي ممكن تعمل الحجامه بشكل عام والمحاذير في الحمل وفي والحامل واللي بترضع، طيب ايه علاقتها بقى بالروماتيزم وايه علاقتها ببعض الامراض اللي ذكرت معانا في الفيديو، ازاي بتقدر انها تحسن الامراض دي او انها تتغلب عليها زي مثلا الصداع المزمن؟ نعم الحجامه بتحسن الاول، فيها حاجه تانية الصداع والروماتيزم والتهاب العظم والحاجات دي كلها ممكن تيجي من حاجه تانية خالص ممكن نعالجها سهله، اللي هي البطن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البطن المعده بيت الداء، يبقى فينا ممكن عندها التهاب في العظم، ممكن عندها صداع، ممكن عندها خمول، ممكن عندها كسل وجسمها مليان جدا ومش قادره، وعندها هبطانه، فده بسبب ان يبقى عندها امساك او قولون، فلازم نعالج الحاجات دي وبعد كده ايه نبتدي ان احنا نعمل لها الحجامه كمان معاها يعني.
لان طبعا الامساك ده قنبله يعتبر في الجسم، فلازم يتعالج، لازم يتعالج عشان بيبقى سبب في التهاب العظم، التهاب في سبب في الصداع، الدوخه، الهبوط، الصداع، تاكل مهما يعني تاكل اكل كتير جدا وتيجي تقول لك انا هبطانه ودايخه واسمها حلو جدا تشوفها تقول لي مش معقول عندها انيميا. ده بقى عندها انيميا لان هي اصلا البطن بتاعتها او المعده بتفصش الغذاء اللي اللي بيخش لها. الحجامه بتقوم تحسن الدوره الدمويه وبتجدد الخليه وبتنشط الخليه وبتنشط الدم وبتبتدي تشيل الدم اللي احنا الدم بتاعنا كل 120 يوم بيتغير كره الدم الحمراء، فلما بيتموت بعضها بيموت تحت الجلد كل 4 شهور كل 120 يوم نعم، فبيبتدي ان هي بتمنع مسار الدم يمشي في طريقه، فبنتلمها بنشيلها بالحجامه اللي هي المواد اللي ذكرت في السنه ومواد اللي ذكرت الاطباء ذكروها، بنجدد الدم وبنمشي مصير الدم كويس يعني. فمن كلام كده انها المفروض تتعمل كل 4 شهور؟ لا يعني كل 4 شهور دي حسب الحاله يعني، في حالات بنعمل لها زي بتوع مثلا نعملها كل شهر مره، في ناس بنعوز نعملها كل زي ايه؟ ايه الحالات اللي بتتعمل كل يعني شهر؟ يعني تكاسل مبايض، اضطرابات الدوره نعمل لها عشان خاطر ننظم لها الدوره بتاعتها. حسب الحاله يعني، مثلا امراض انا ينفع ابقى حد عادي ما عنديش مشاكل صحيه الحمد لله يعني، حد ربنا كرمه صحته كويسه، ولكن انا بعملها اقتداء بالسنه وعايزه اعملها كل شهر وفي الايام المحدده للحجامه، ده ممكن يعني يبقى في مردود سلبي عليا كل شهر بتعملها؟ والله لو بتعملها عند حد بيعمل كويس وبياخد منك كميه دم قليله وتشريط خفيف، الحجامه ما فيهاش اي اضرار غير اللي بيعملها خطا يعني، فممكن تعمل كل شهر او كل شهرين كل 3 مره مرتين في السنه يعني حسب ما انت شايفه جسمك عايز نشاط، عايز تبقي خفيفه، تبقي الدم يتجدد. هي ملهاش اي اثار جانبيه، هي اثارها كلها ممكن في اللي بيعمل خطا فقط. اللي بيعملها خطا نعم، ولو اتعملت طبعا لحد داخل على العمليه ممنوع تتعمل، طالع من العمليه ممنوع تتعمل، يعني حاجات بسيطه جدا بتبقى اخطاء من العامل اللي بيعملها او المختص اللي بيعمل او المختصه اللي بتعمل. خلينا نشوف معاكي بقى الموانع دي نحطها كده تحت بعضها كلها. بس معانا اتصال تليفوني، معانا بسمه. السلام عليكم يا بسمه. معانا بسمة؟ ايوه معاكي. ايوه سامعيني؟ اهلا وسهلا، ازيك يا بسمة؟ ايوه اهلا بحضرتك. ليكي اي سؤال او استفسار؟ اتفضلي. ليا سؤال، هو فضل. انا والدتي عندها خشونة من الدرجة الثالثة، هل تنفع معاها بقى الحجامة؟ خشونة من الدرجة الثالثة، عايزة تسأليها اي حاجة؟ عندك كام سنة؟ السن قد ايه والوزن؟ لا هي وزنها يعني فوق ال 100 130، وعندها 63 سنة. 63 سنة، العمر كله يا رب. طب عندها اي امراض، اي حاجة تشتكي منها؟ تعاني من اي امراض تانية؟ لا الحمد لله ما عندهاش امراض. لا 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 الحمد لله. اي سؤال تاني؟ خشونة بس. عندك سؤال تاني، قولي سؤالك التاني. هو انا حملت مرة والجنين اتوفى ومن ساعتها ما حملتش، هل ممكن اعمل حجامة برضو؟ عندك كام سنة؟ والدورة منتظمة؟ عندي 35. الدورة بتاعتك منتظمة؟ هي منتظمة. وانا عندي تكيس بس الدورة منتظمة يعني. التحاليل اللي عملتها سبب الإجهاض كان ايه؟ سبب الإجهاض؟ التحاليل كلها كويسة. سبب الإجهاض كان ايه؟ هي اتوفت نتيجة كان عندي اللي هو تجلطات في الدم ده. عندها ايه؟ تجلطات في الدم؟ المفروض كنت تاخد ابر فيول يعني بس ما كنتش عارف. طيب حاضر، اسمعيني يا حبيبتي من التلفزيون، بتقول لك ان والدتها 63 سنه، وزنها فوق ال 100 كيلو، عندها خشونه في المفاصل من النوع الثالث، وعايز تعمل حجامه. طيب الاول طبعا وزنها كتير، الوزن بتاعها طبعا كبير، لازم نخزن الوزن باي وسيله، لان اي وزن بيزيد على الركبه او بيزيد على العمود الفقري بيبقى مشكله في على العظم يعني، فطبيعي ان احنا ننزل الوزن. لو عندها امساك، عندها قولون او عسر هضم، لازم نعمل تنظيف المعده وبعد كده ننزل الوزن بتاعها. طبعا الحجامه هتجيب نتيجه، بس لازم حاجات ثانيه. لازم تجيب تعمل شوربه العظم او شوربه النخاع، او تجيب ركبه، يفضل طبعا ركبه الجاموس او الجملي او ركبه الغنم لو احنا مش شايلين هنا الجملي طبعا. اخر حاجه البقري الموجود هنا، لان في احاديث نهى عن لحم البقر يعني. وتغليها كويس جدا، لازم تغليها، تنزل النخاع اللي فيها وتشرب منها مرتين في اليوم. تكتر قد ايه يعني تشرب منها؟ مستمرة هي شوربه، بس شوربه بتبقى واخده فيها الفايده بتاعت العظم يعني، كل حاجه بتشربيها مثلا مرتين في اليوم لمده قد ايه؟ شهر مثلا؟ تمشي بقى يعني شويه، تمشي شهر كده او فتره عشان خاطر بس تاخد الفايده بتاعت النخاع. وهتدلك رجليها بدف زيت زيتون، وتدلك رجليها اتجاه طواف الكعبه عكس عقارب الساعه كل يوم بالليل. لازم تشرب الجلد من زيت زيتون كويس جدا جدا وتدفيها.
تمنع طبعا لبس الكعب العالي. الحجامه ان شاء الله تجيب نتيجه، بس برضو تعملها عند مختص عشان نعمل لها هتحتاج تعملها كم مره الحجامه؟ لا من احنا بنحد انا يعني ما بحبش احدد عشان الشفاء ده بيد ربنا. ممكن تعملها مره ان شاء الله وتلاقي الحمد لله ربنا كرمها وخفت، ممكن تعملها كذا مره حسب ما ربنا سبحانه وتعالى بيريد. يعني هتعمل التدليك زيت زيتون، ما تلبس كعب عالي ابدا، لازم ما تمشيش كتير، ما تقعدش كتير، ما تقفش كتير، كل حاجه معدله تعمل معدلها يعني. وما تيجي تقعد لازم تفرد رجليها قدامها، ما تحطهاش هي قاعده ورجليها تحت بشكل مستقيم. يعني طيب السؤال الثاني بقى بتاعها هي لسه تاني حاجه، تحافظ على الصلاه، السجود والركوع، لان دول علاج للخشونه الركبه والام الظهر. السجود والركوع لازم تحافظ عليهم كويس جدا وتدي كل وضع الحق. نعم. سؤالها الثاني بقى، هي بتقول لك كانت حامل والجنين نزل وعندها كان تكيس في الموبايل، بس الدنيا عندها تمام وسليمه وما فيش اي مشاكل. قالت السبب كان في تجلطات في الدم. نعم. هي دي الاخت لازم اول حاجه برضو نبص على المعده بتاعتها فيها ايه واخبارها ايه الاول عشان نعالجها وننظفها. والتنظيف المعده سهل جدا، اي حد عنده امساك بس ما يكون نحيف يجيب السنه مكي او السنه طبعا 13 نوع، فهي افضل المكي لو بيطلع من مكه وبينبت مش بيزرع، وتنقع كل يوم 7 ورقات من بالليل للصبح وتشربه مع الريق الصبح لمده 7 ايام. لو حس ان بطنها تمام ونطفت تبتدي ان هنوقفه وناخد العلاج بقى بتاعنا اللي هو اللي هيحس ان السنه كمان علاج مش تنظيف البطن كمان. يعني في ناس يقول لك هو مسهل، لا هو مش سهل، بس هو السنه في احاديث كتير ان هو اصلا علاج ودواء للعظم كمان. والدتها ممكن تاخد منه، المفروض والدتها كمان تاخد منه. طب والحجامه بالنسبه لنا؟ هنقول بقى لسه لازم تعمل حجامه طبعا، وقتنا خلاص بينتهي، لازم تعمل حجامه. نعرف دي بنعمل بيها ايه اللي جايه معاكي؟ لازم تعمل حجامه، نعمل حجامه كل شهر مره تقريبا، وتاخد قسط هندي وتاخده مرتين في اليوم لانه برضو ليه برضو موسوعه والسنه وتعمل حجامه، والله ان شاء الله ربنا يتم لها الشفاء على خير يعني. يا رب العالمين. طيب سريعا احنا عايزين نعرف دي الاله بديل اللي بتعمل بيها بقى ده المسدس او الشفاط اللي بنعمل بيه حجامه، المفروض في كاسه بس كاسه ما جاتش. فالحجامه التجميليه احنا بنشفط بسيط كده وبنعوز اول زيت زيتون او زيت وعليه نقطتين زيت نعناع للتجميليه، وبعد كده بنعمل تدليك الاعلى مش لاسفل عشان يخلي الخيوط مثلا بعد السن بتترهرط او بيحصل لها ترهرات، بنعمل لها حجامه لفوق. التدليك ده بيبقى ما فيهوش اي تشريط، وساعات بنشرط للحالات اللي عندهم زي مثلا حبوب او عندهم اثار الحبوب. لا اثار الحبوب بتعمل بقع ساعات او بتعمل نقب كده، فما شاء الله بالحجامه التشريط الخفيف جدا بينتهي بعد كام جلسه. عارفه فكرتها قريبه من الديرما رولر والديرما بين والحاجات اللي بتقعد تخرم الجلد عشان الكولاجين ينتج نفسه. لا بس الثانيه دي مضره، دي مش مضره. لا انت طبعا مضره، لكن ديت تشريط. لا احنا كده نعمل حلقه ثانيه ونجيب دكتور حنان ودكتور سندس والاستاذه سماح يقولوا انها تشوف ده مضره ولا لا. يعني هي مضره بسبب ان دي مش سنه ما فيهاش ضرر، لكن كل الثانيه ما بتعملي انت ما بتيجي تعملي بيها بتعملي عكس الخلايا، ما بتعمليش مع الخلايا. لكن الحجامه ميزتها ان هي بتتعمل تشريط معين اتجاه مستقيم، فسبحان الله يعني يكفي ان هي ذكرت من اهل السماء لاهل الارض يعني. يبقى احنا ان شاء الله يكون لينا حلقات تانية مع حضرتك ونتكلم بقى بشكل مفصل عن الحجامة وبعض الأمراض اللي ممكن تعالجها بالإضافة للوصفات اللي حضرتك قلتيها. والحقيقة كان معانا اتصالات كتير ما لحقناش ناخدها، ان شاء الله يكون لينا حلقة تانية مع حضرتك أستاذة سماح الحصري متخصصة في الطب النبوي والحجامة. بنشكر الجزيل الشكر.